السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا التيتري، راكم عارفين اصحاب الماتش يتعاود، جماعة الماتش يتعاود او جماعة حنا عندنا تاع الماتش يتعاود، على بالك تبهديل هذيك الضربة تاع الماتش تعاود، هذيك وحدها، هذيك تاع الماتش تعاود، هذيك غير ربي اللي داري بها تاع الماتش تعاود، غير ربي اللي داري بها الماتش تعاود. حاجه الماتش تعاود، اروح نتجوزها تاع الماتش تعاود. باقي 10 ثواني الماتش تعاود، يقول لك هيا غادي يقول لك الماتش تعاود، هي عاودها تاع الماتش عاودها هذه هي. وزادوا يخرجوا لك ضروه، قال لك لا، قال لك يا ولدي شوف هو ما راه يهدر، ما قاعد يهدر صح، هذا جمع بالماضي ما راه يهدر، ما والو، هذا جمع بالماضي لي وسخوه، شكون وسخوا هذا الهيصر، وسخاتو جماعه تاع الماتش تعاود، وسخوا بزاف ناس وسخوا على بالكم. زيد هذاك تاع ام هشام في المطبخ مع فيزوله مع كسبوها، يعني هذاك اللي يبغي البوراك يزيد يخرج يخرج كذبه، يقول لهم ياسين معلومي قال باللي صادي غادي يطرد كاع اللعابه صادي حنا تبعنا هذه تاع الاخر، تبعناها تاع المعلومي هذا ياسين معلومي، ما جبتش كاع صادي على بالك، كاع صادي ما جبتهاش، هل انتم انت كيما هكا تعرف كاين لعابه غادي ما يكونوش في ليكيب ناسيونال، يعني كملوا صحيح سي بون صحيتو حمال ليكم. واحد كيما سليماني اش غادي تجي، تي غادي تتلاقط معاه سليماني، اش غادي تتلاقط معاه مع جيبوتي، ندبروا له جيبوتي باش يماركي لها. زيد مع موريتانيا ما صبناش، سليماني 3 كوب دافريك ما ماركاش فيهم مسكين، و 2 كوب دافريك ما ماركاش فيهم، واو لا سليماني شحال لاعب، سليماني محطم ارقام تاع مشاركه منها هذا مكان سليماني يكون مكانش، هذا المدرب هذا مكانش كاع، نقولها لكم ونعاودوها لكم، هذا مسيلمة كذب، هو اللي جا مشاكل جمال بالماضي بالكذب تاعو، بالكذب يكذب، بس هذاك الكذب راه يدور، راه يدور عليهم، ذاك الكذب راه يدور عليهم. انا نقول لكم اش تكذب نورمال، عادك يكذب ومقتنع بان يعني يكذب ومأمن بها، يكذب ومأمن بها، اروح انت تفهموا باللي يقولوا انت تكذب، ما غاديش يتفهمك باللي تقول له تكذب، يتخيل ينقص في الهضره، يزيد في الهضره كيما هكا، روح انت يا وساهمه، روح انت. علاش عندنا ياسين معلومي ذاك رئيس تحرير تاع الشروق ولا تاع الخبر والله ما على بالي، تكلم قال غادي تكون ثوره في المنتخب الوطني، وصح انت واحد كيما في غولي، حنا ملي نقول اي كي نقولوا باللي في غولي شي مش معتاد بيه، انا في غولي لعاب صح نقص راح صايك صايك الله غالب صايك، وما يقعد ولا ما غاديش يقعد غادي يروح، كاين بزاف لعاب اللي ما كاينش واحد، انت كيما عطال هاو تقعد تقرا له وين تا ينوض باش تلعبه صايك، روح نجيبو ذاك تاع الالمان، هذه هي نجيبو تاع الالمان، نجيبو لعابه اللي يلعبوا اللي يكونوا جاهزين، مشي لعابه تاع نجيبوهم باش يلعبوا كيما نهار الكاميرون، اي عطال ظهر يلعب تديره طروه، تديره طروه، روح شوف عطال لعب طروه، راه نبردوا روح، قاو كارطيات، عشان دخلنا في حيط، هاو مالكم هاو لعب، هاو كيف انتوما كي بغيتوها، على ذكر ندى، على ذيك دخلنا في حيط، العاطفة هي اللي هدت ليكيب ناسيونال، وضيعنا وقت كبير مع مدرب، على بالك مدرب اللي دخل. لي دخلوه في نفق مظلم، انا كنت نقولها لكم، ومام هو قلت له يا سي بالماضي عاود ولي، عاود ولي ديك طريقك غلط فيها، عاود ولي مشي طريقك كاذبها، لكن نروح انت وتعامهم باللي كنا نقولوا له يا ودي، كنت نكاكي فيه، كنت عاود دين على الشيطان، هذيك مشي طريقك وهذو راهم غلطينك وهذو راهم داينك الهويه، بس على الاسف مع من تهدر خويا مع كاش لي سمعك، كنا نبانو لهم اعداء، هذه هي يعني بعد ما ودع المنتخب الجزائري المنافسه الافريقيه من الدور الاول في المرتبه
التالي الأخيرة من بعد تذيل المجموعة، كما غاب المنتخب الجزائري عن نهائيات كأس العالم 2022 بقطر بعد خسارتهم في الأنفاس الأخيرة أمام الكاميرون في لقاء فاصل، يعني لقاء وين قال لك قاسامة. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا المدرب وافق على فسخ عقده بالتراضي مع الفار بعدما كان في وقت سابق يصر على استفادة من كل مستحقاته ولبيته ومشى. وتفيد المصادر تاع مسيلمة الكذاب أن التنازل بالماضي واستسلامه للرحيل يعود أيضا إلى تلقيه وعود بالعودة إلى مقاعد البدلاء الخض، إذ ساءت الأمور مع المدرب المنتخب الجديد خاصة يعني والذي سيحل محله ما لم يكن تكن هناك مفاجأة عليها وصول إلى الربع النهائي أو النصف النهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب على الأقل. ووفق لنفس المصادر فإن هناك وسطاء من الفار والناخب الوطني من أجل إذابة الجديد وعدم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعني ما يجبش يروحها. وستقضي فكرة اللجوء يعني من المدرب إلى الفيفا يعني على أي فرصة له للعودة للمنتخب الخضر. وورد في موقع أيضا أن المدرب أعطى موافقته الأخيرة على ترك قيادة الفنية للاستعانة نهائي مقابل حصوله على يعني 264 ألف أورو، يعني 624 ألف أورو، أي ما يعادل راتب 3 أشهر. يا ودي يدي ولا ما يديش، كيف كيف احنا كان خاصنا مدرب. أنا نقول لكم احنا كان خاصنا مدرب، احنا الآن خاصنا مدرب. يعني احنا وين درنا وين الاتحادية دارت روطار كبير، هذه هي الاتحادية دارت روطار كبير. هذه يا خويا مدرب قعد يعني لا بغات كل شيء تهرس يعطيك وصل كوب دي موند. الكوب دي موند اللي كانت عنده، كانت هذا الكوب دي موند كانت عنده خويا، كوب دي موند كانت في يده وما عرف الحاج، كان جايه في يده وما عرف الحاج كوب دي موند. هذه هي كوب دي موند كانت عنده وما عرف الحاج. وعلى بالي بها، على بالي بها خويا، على بالي بها. داروا حفل تاع الالعاب الاولمبيه يعني ما كان لا برناوي لا ما كان تا واحد، ما كاش خويا. يا خويا ما كاش. عجبة سهلة زيها. عازبين سهلة السوفيه حاسبين ويكذب هذاك مسيلمة الكذاب. قال لهم ياسين هذاك الصحابي ويظل يعاير فيه، يظل ينتقد فيه. على فاك يسيب لعبك هو قال بلي صادي غادي يطرد كاع اللعابه. يا حمار صادي ما غاديش يتدخل في هذه الامور. يا مسيلمة الكذاب، يا المخنث، يا الحلوف، صادي ما غاديش يتدخل في هذه الامور. بس دخل في صادي، بس راك تهدر على صادي، راك خاسر، راك خاسر تهدر على صادي. انا نقول لك راك رابح مع راه يشرب برك، بصح كاين ناس وحدهم يضحكوا عليك. انا نقولها لك كاين ناس وحدهم يضحكوا عليك اولي، بس عندهم ما كاش ما على بالك ديما تظهروا كاش ما على بالو يضحكوا ما يضحكوش تاعك. اي كيف كيف ايه ما عندكمش اشكال، عندكم اشكال ما عندكمش اشكال.
نورمال كوم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.